بأي دين بأي دولة يا سيد حسن. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها تعطيل الحكومة أمر خطير جدا، لأنه شو نعمل؟ نعمل انقلاب عسكري؟ مواقف رافضة للتعطيل وتأكيد على أولوية انتخاب الرئيس، ونواب المستقبل يستكملون جولتهم على الفاعليات السياسية. أخذنا عهدا ألا نفك الإضراب قبل الإفراج عن زميلنا البروفيسور عصام معلوف. نقابة الأطباء ماضية في إضرابها، والبستان يتحدث عن مهزلة تطال قطاع الطب. المعارضة السورية تحرر اللواء 52 في درعا، ثاني أكبر معسكرات نظام الأسد. صباح الخير. مع إلغاء انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غدا الخميس، تنشط الجولات التشاورية والاتصالات لتحصين الساحة الداخلية ووقف التعطيل الذي يمارسه التيار الوطني الحر على المؤسسات الدستورية بمؤازرة حليفه حزب الله في سياسة تدمير منهجي للدولة. وفي إطار التجاوزات التي يمارسها حزب الله، وبعد يومين على بث رسالة أمال شمس إلى السيد حسن نصر الله عبر شاشة المستقبل، تحرك مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود. يا سيد حسن، للي بتطلع تضرب على صدرك وبتقول حقوق الناس عنا، وين حقوقنا؟ بعد هذه المقابلة على شاشة المستقبل، تسلم مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود شريط التقرير، وكلف المباحث الجنائية تفريغ المحتوى على أن يقرر بعد الاطلاع على المحتوى الخطوات التي يتطلبها التحقيق. ولم تستبعد مصادر لتلفزيون المستقبل أن ينطلق التحقيق من الاستماع إلى الأختين شمس. ولم تقتصر ردود الفعل على صرخة أمال شمس على القضاء، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلة ردود على كلام أمال ما اضطر شقيقها حسين شمس وهو صحفي إلى الرد على صفحته على الفيسبوك قائلا: لا أحد يحاول أن يزايد علينا في موضوع المقاومة، فنحن من تربى وترعرع على فكر سيد المقاومة ومؤسسها الإمام الصدر، ولازلنا نحن من حمل السلاح وقاوم العدو الإسرائيلي في الوقت الذي كان البعض لا يعرف أسماء المحافظات اللبنانية. نحن المقاومة، ولن نسكت على الإهانة ولو أتت من أي كان، ولن نرضخ لأي تهديد. بعد ذلك انتشر فيديو يسخر من كلام أمال شمس ويهزأ مما تعرضت له الأختان، الأمر الذي دفع بحسين شمس للرد مرة جديدة، ولكن هذه المرة على نجل أمين عام حزب الله جواد نصر الله سائلا: هل فكرت للحظة أن بين الحق والباطل ربما أصبع؟ هل فكرت أنه ربما ما بث على القنوات التلفزيونية التي تعتبرونها معادية واتهمنا بالعمالة لظهورنا عليها هو الحقيقة بعينها؟ أما ما بث ويبث على مواقعكم وما روجت له حملاتكم الممنهجة مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة، هل أخبروك أننا لا نعرف باب سفارة لا إيرانية ولا أمريكية، وأن كرامتنا لا تشترى ولا تباع بمال أو وظيفة؟ ومن الأمن المتفلت إلى رصاص وقذائف التشييع، وآخرها فيديو على فيسبوك يتغنى واضعه بالتصرفات الميليشياوية. يستمر حزب الله بتشييع قتلاه الذين يسقطون في القلمون السورية الواحد تلو الآخر، وقد ذكرت مصادر متابعة أن جثث 12 منهم لا تزال لدى جبهة النصرة. واللافت فيديو نشر على فيسبوك مع تعليق: هكذا نودع ونستقبل أبطالنا. هي صورة تجسد مأساة مضاعفة من فقدان شبان حياتهم خارج حدود الوطن تحقيقا لانتصارات وهمية، إلى ترهيب المواطنين في وطنهم.
في القلمون دخل تنظيم داعش المعارك التي كانت مقتصرة على جبهة النصرة وهاجم 5 نقاط لحزب الله في جبال جويسية شمال القصير السورية وغرب القاع اللبنانية. إلى ذلك قالت قناة المنار إن الحزب قتل أحد أمراء داعش والعديد من القادة الميدانيين وتمكن من سحب 14 جثة لمسلحي داعش. وفي ملف العسكريين المخطوفين، التقت عائلة العسكري وائل حمص ابنها في جرود عرسال في حضور أمير النصرة أبو مالك التلي الذي أكد للمرة الثانية أنه موجود في الجرود ولم ينزل إلى عرسال. تقرير ناهد يوسف. هي صورة اللقاء الذي جمع العسكري المخطوف لدى جبهة النصرة وائل حمص بعائلته في جرود عرسال. الأب والأم والزوجة والأولاد اجتمعوا بابنهم بعد 11 شهرا على اختطافه. حمزة حمص والد العسكري المختطف أشار لتلفزيون مستقبل إلى أن ابنه ورفاقه بصحة جيدة وأن الجبهة أخبرتهم بأن المفاوضات متوقفة. هذا اللقاء يأتي بعد يوم على لقاء العسكري المختطف جورج خوري بعائلته، والسيناريو نفسه، إيصال رسائل بالمطالب إلى الدولة اللبنانية وحضور أمير جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي اللقاءين. وكانت الجبهة نشرت شريط فيديو للقاء عائلة خوري، حيث أكد أبو مالك التلي أن عرسال لن تكون ساحة معركة مهما كلف الأمر. هالشباب الله قدر أن يكونوا معنا بالمرحلة، طول ما أنه هن عنا فهن في أمان. أما المطالب فتحدثت عنها والدة خوري وزوجته. ما في مفاوضات حاليا، وشوي ما شفنا إلا الشيخ أبو مالك تلي جاي من الباب قال يحني أنا بجرود عرسال. مايكل الابن البكر لجورج، كل من طبع في ذاكرته بعيد اللقاء أن والده قدم له لوحا من الشوكولا وغمره بقوة. قال لي أنه انتبه على ماما وخيي ما بقدر لأنه مريض. وإلى أن يعود الزوج والابن والوالد، قبلة من هذه العائلة الصغيرة لتعينه على قساوة الغياب. ذكرت صحيفة المستقبل نقلا عن مصادر خلية الأزمة أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على تواصل يومي مع الوسيط القطري توصلا إلى لحظة تحرير العسكريين المرتقبة، مؤكدة في هذا المجال أن الأجواء لا تزال إيجابية وأن الجانب اللبناني أنجز كامل ملفات السجناء المطلوب مقايضتهم بالعسكريين الأسرى لدى تنظيم جبهة النصرة، وينتظر تحديد الإطار الزمني والمكاني لإتمام عملية المقايضة. اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن ما خرج به الشيخ نعيم قاسم من مواقف يكشف الأزمة الحقيقية التي يعاني منها حزب الله. استنكرت كتلة المستقبل النيابية الكلام الخطير والمعيب والمستهزئ بعقول اللبنانيين الذي صدر مؤخرا عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. وخلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، اعتبرت الكتلة أن هذا الموقف يعكس حجم الأزمة التي يعيشها حزب الله واستمرار تغليبه منطقة الدويلة وتنفيذ الأجندة الإيرانية. تعتبر الكتلة أنه بهذا الكلام الصريح والعلني قد ظهر من يعطل الجمهورية ومؤسساتها ويخطف رئاستها، وبالتالي انكشف بوضوح من يتحمل مسؤولية ما تتعرض له البلاد من تراجع وفوضى. ورأت الكتلة أن الاستمرار في حالة التعطيل وفرض الشغور الرئاسي والتهديد بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء هو عناد منبثق عن مصالح فردية وشخصنية من جهة، وعن صياع لمصالح حزبية وإقليمية متسلطة وانفرادية من جهة ثانية يستنفذ طاقة لبنان واللبنانيين. تأسف الكتلة أن يكون الطرف السياسي الذي يتسبب بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هو ذاته الطرف الذي يعمل الآن على تعطيل عمل الحكومة. إن هذه السياسة هي سياسة انتحارية غير مسؤولة، قد تتسبب بتدمير لبنان وتخريبه على مواطنيه وأهله. إن التيار الوطني الحر وحزب الله وبعض حلفائهما يتحملون المسؤولية الكاملة أمام هذا التدمير المنهجي. الكتلة شددت على أن يكون أمن مدينة عرسال حصرا في عهدة الجيش، وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء، مطلعة على أجواء لقاءات وفد الكتلة على القيادات. بعد هذا الفصل تتابعون. وفد من القوات يطلع المستقبل على أعلان النوايا.
أهلا بكم من جديد. واصل وفد نواب كتلة المستقبل جولته على القيادات اللبنانية، وسمع من وزير الدفاع أن الجيش متمكن من قدرته وجهوزيته في عرسل. حمل وفد كتلة المستقبل هواجسه بخصوص الوضع في عرسال إلى الرئيس ميشيل سليمان بحضور وزير الدفاع سمير مقبل، لكن هواجس كثيرة طرحت على طاولة البحث، لا سيما مسيرة التعطيل التي بدأت برئاسة الجمهورية وبادت تهدد الحكومة اليوم. تعطيل الحكومة أمر خطير جدا، لأنه شو بنعمل طيب؟ مين بحكم البلد؟ نعمل انقلاب عسكري؟ ما بيسوى نمشي بالتهديد، دائما في تهديد لفريق انه اذا ما بتعمل هيك نحن بنعمل هيك، لا، وما له حق يعطل هو، اللي بيعطل هو بيرفع الجلسة رئيس حكومة. النائب أحمد فتفت الذي دعا الحكومة لأن تكون على قدر المسؤولية في هذا الوقت لفت إلى سماع الوفد كلاما مطمئنا من وزير الدفاع سمير مقبل فيما خص الوضع في عرسال. عن أن الجيش متمكن، عن أن الجيش وضع فعلا كل منطقة عرسال بخطة دفاعية قوية جدا ومحمية جدا من أي تدخل من أي طرف جاء، وبالتالي نحن واثقين بالجيش اللبناني وعلى كل الأطراف أن تقدم كل ما هو مطلوب بهالمرحلة لدعم الجيش اللبناني وليس لمحاولة تشويه صورته أو محاولة ضرب معنوياته. الوفد انتقل بعد ذلك إلى بيت الكتائب في الصيف، حيث عقد لقاء مع الرئيس أمين الجميل الذي حذر من المنح التعطيلي الذي بات نهجا عند البعض وصفا إياه بالانتحاري. هالسلوك اللي عم بيتميز فيه حزب الله على الساحة السياسية الساحة اللبنانية أكان ومؤخرا بموضوع عرسال وغيره من المواضيع، فنحن من نعتبر من هذا القبيل أنه هذه المقاربة المذهبية أيا كان إذا حزب الله معه حق ولا معه حق، أيا كان صوابية القضية اللي عم يطرحها، أيا كانت المعركة أو المبادرة اللي عم بقوم فيها، بالنهاية عم تاخذ منحة مذهبي، والمنح المذهبي هذا ما بيخدم البلد. من جهته حذر النائب أحمد فتفت من كلام تحريضي ضد عرسال. الكلام أنه أبو مالك التلي موجود بعرسال، ثم تبين من خلال زيارة أهالي العسكريين المخطوفين أنه لا موجود بجرود، يعني وكأنه في كلام تحريضي عم يتحضر لعرسال، وهذا الكلام تحريضي مش بس على عرسال وأهلها، هذا كلام تحريضي على كل اللبنانيين وكلام تحريضي على الجيش اللبناني، وكأن الجيش اللبناني عم يقصر بواجباته. فتفت رفض التهديد بتعطيل الحكومة لافتا إلى أن الوفد سيزور الرئيس تمام سلام لبحث الأمر معه. قالت مصادر وزارية لصحيفة النهار إن أكثرية في مجلس الوزراء ترفض عدم دعوة الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء إلى الانعقاد كرما لعيون هذا الفريق أو ذاك، ولفتت إلى أن الحكومة مرت بصعوبات سابقا لكنها تجاوزتها، ولا بد من عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وإلا فمن الأفضل إعلان استقالة الحكومة. أطلع وفد من القوات اللبنانية كتلة المستقبل النيابية على مضمون إعلان النوايا الذي وقع بين القوات والتيار الوطني الحر. بتكليف من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أطلع وفد من القوات رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد الصنيورة على أجواء إعلان النوايا الذي تم بين حزب القوات والتيار الوطني الحر، وذلك بحضور عدد من النواب والقيادات من الطرفين. كان في تفاهم بالمطلق على هالورقة اللي بتثبت فعلا اللقاء، رغم أنه أحيانا بيكون في تباعد بالفكر والمبادئ، لكن اللقاء هذا شيء حتمي. عبرنا عن حرصنا على لقاء كل اللبنانيين مع بعضهم وحوار كل اللبنانيين مع بعضهم، خاصة عندما يلتقي فريقين مسيحيين ويتحاوروا وينتجوا تفاهمات معينة. بالتأكيد هذا الحوار انطلق من المسلمات الوطنية التي تؤمن بها القوات اللبنانية. الوفد القواتي عبر عن تمسكه بمبادئه وقناعاته السياسية وحرصه على وحدة 14 من آذار وعلى العمل لمصلحة لبنان ولإنتاج حالة سياسية صحية في البلد تكون بعيدة عن التوترات كافة.
علق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على اعلان النوايا بين القوات والتيار بالقول لصحيفه المستقبل: اي لقاء واي حوار مفيد، وكل جهد يصب في خانه الحوار الداخلي هو جهد مفيد وايجابي، مشيرا الى انه يترقب زياره الوفد القواتي خلال الساعات المقبله للاطلاع منه على مضمون الورقه. يستجوب قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم الطبيب الموقوف عصام معلوف في موضوع بتر أطراف الطفلة إلى طنوس في حضور ممثلي نقابة الأطباء. وكان النقيب أنطوان البستاني أعلن أن النقابة ماضية في الإضراب حتى الإفراج عن الطبيب معلوف ووقف المهزلة التي تطال قطاع الطب في لبنان كما قال. من بيت الطبيب أعلن نقيب الأطباء أنطوان بستاني الاستمرار في الإضراب حتى الإفراج عن الدكتور عصام معلوف الموقوف في قضية الطفلة إلا طنوس. بستاني وخلال اعتصام دعما للطبيب معلوف قال إنه لن يسمح للشتامين بمتابعة مسيرتهم الهدامة تحت ستار الحرية الإعلامية. نحن هنا اليوم لنقول بصوت واحد وعال لزميلنا وأستاذنا عصام معلوف: نحن معك يا عصام. قضيتك وأنت من أنت كانت بمثابة النقطة التي طفح بها الكيل. نحن أخذنا عهدا ألا نفك الإضراب قبل الإفراج عن زميلنا البروفيسور عصام معلوف. كفانا استهتارا ومذلة، وغدا يوم آخر. اتحاد المهن الحرة أعلنت تضامنها مع نقابة الأطباء في مؤتمر صحفي عقدته بحضور النقيب بستاني. في أصول لهالأمور معالجتها وهي بتكون ضمن القضاء، ونحن منجدد إيماننا بالقضاء اللبناني ياخذ مجراه بهذا الموضوع بعيدا عن أي ضغوط إعلامية أو غير إعلامية. ومرة جديدة أكد بستاني أن الجهة المخولة محاسبة الطبيب هي القضاء وليس وسائل الإعلام ولا حتى الرأي العام، تسييسا للقضية. بعد الفاصل تتابعون. القوات العراقية تتقدم في بيشي. أهلا بكم من جديد. استدعت الخارجية السعودية القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى المملكة وعبرت له عن قلقها البالغ حيال حادثة التسمم التي أدت إلى وفاة 4 أطفال سعوديين وإصابة 28 مواطنا خلال وجودهم في أحدى فنادق مشهد الإيرانية لزيارة مرقد الإمام الرضا. الخارجية التي طالبت طهران بالإسراع في فتح تحقيق لكشف غموض هذه الحادثة التي باتت محل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، إيران التي لم تستبعد احتمال أن يكون الحادث متعمدا أعلنت اعتقال 5 مشتبه بهم. في سوريا بدأت فصائل المعارضة تقطف أولى ثمار معركة القصاص التي أطلقتها، فسيطرت على لواء 52 مدرعات في درعا ثاني أكبر معسكرات كتائب الأسد التي من جهتها واصلت إلقاء البراميل المتفجرة على أحياء حلب المحررة. إنجاز جديد لفصائل المعارضة السورية جنوب البلاد بعد سيطرتها على ثاني أكبر قاعدة عسكرية للنظام في هزيمة ستزيد من الضغوط على بشار الأسد بعد انتكاسات لحقت به في الآونة الأخيرة. وتمكن الثوار من تحرير اللواء 52 الذي يقع بالقرب من مدينة درعا القريبة من الحدود مع الأردن، ودمروا حوالي 11 آلية عسكرية بينها 7 دبابات وقتلوا العشرات من عناصر الأسد. وتأتي أهمية اللواء 52 لكونه أحد أهم قطاعات النظام العسكرية في ريف درعا، ويبعد عن مطار الثعلة العسكري نحو 5 كيلومترات، ويمتد على مساحة جغرافية تصل إلى مئات الهكتارات، حيث يربط بين ريف درعا الشرقي والسويداء الغربي، ويعتبر خط دفاع متقدم عن ثكنات النظام في أزرع الواقع على الطريق الدولي الذي يصل درعا بالعاصمة دمشق.
في المقابل أدى تفجير انتحاري أمام مركز الأسايش في بلدة القطحانية بمدينة القمشلي التابعة لمحافظة الحسكة إلى مقتل عدد من الحراس. من جهة أخرى قصفت قوات النظام بالبراميل المتفجرة أحياء عدة بمحافظة حلب، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح 40 آخرين، بينما ألقى الطيران المروحي برميلا متفجرا على مسجد بقرية إحصم بإدلب. في إطار اتفاق بين موسكو والغرب لمكافحة تقدم تنظيم داعش في سوريا، ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قمة الدول السبع التي عقدت في ألمانيا ناقشت خطة لنفي الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا. وعلى الرغم من استمرار التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا، إلا أن مصادر دبلوماسية في القمة رجحت وجود أرضية مشتركة جديدة بين الغرب وموسكو بغرض التوصل إلى حل سياسي للمأزق السوري. قتل 8 أشخاص على الأقل في هجوم مسلح استهدف مبنى مجلس مدينة عمرية الفلوجة في غرب العراق وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. تزامنا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات العراقية تحرز تقدما على حساب تنظيم داعش في بيجي، فيما نقلت وكالة رويترز عن قائد عسكري أمريكي بارز قوله أن واشنطن تبحث زيادة عدد مواقع التدريب في العراق. نفى الناطق باسم التحالف العربي أحمد عسيري وجود قوات من التحالف داخل الأراضي اليمنية، مشددا على أن كل الحدود السعودية تعتبر منطقة محرمة. يأتي ذلك في وقت تصدت القوات السعودية لمحاولات الميليشيات الحوثية الاقتراب من حدودها. بدورها أغارت طائرات التحالف على معسكر القوات الخاصة بقعطبة وسجن السناح في الضالع. وفي عدن قتل وجرح أكثر من 70 شخصا غالبيتهم من المدنيين في قصف عشوائي للحوثيين. والآن تذكير بالعناوين. تعطيل الحكومة أمر خطير جدا، لأنه شو نعمل؟ نعمل انقلاب عسكري؟ مواقف رافضة للتعطيل وتأكيد على أولوية انتخاب الرئيس، ونواب المستقبل يستكملون جولتهم على الفاعليات السياسية. أخذنا عهدا ألا نفك الإضراب قبل الإفراج عن زميلنا البروفيسور عصام معلوف. نقابة الأطباء ماضية في إضرابها، والبستان يتحدث عن مهزلة تطال قطاع الطب. المعارضة السورية تحرر اللواء 52 في درعا، ثاني أكبر معسكرات نظام الأسد. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بأي حق، بأي شريعة، بأي دين، بأي دولة يا سيد حسن؟